دكتور، هذه الاستفزازات ليست الأولى من نوعها. منذ 4 سنوات ونحن نتحدث عن هذه الاستفزازات، نتحدث عن ضبط النفس، عن الهدوء من الجانب المغربي، ولكننا هنا دكتور نتحدث عن منطقة منزوعة السلاح تحت إشراف الأمم المتحدة. من المسؤول المباشر عن حركة التجارة البينية في هذه المنطقة بالذات، وذلك استنادا إلى القانون الدولي؟ دكتور أرجوك أن تعطينا رأي القانون الدولي في هذه المسألة. أولا توضيح قبل أن أتي إلى الجواب، الوضع هو أخطر، ما يقوم به البوليزاريو هو أخطر، وأتحدث هنا عن مواجهتي مع الأمم المتحدة. هذه الأمم المتحدة المنظمة التي تشرف على حفظ أمن السمدولين. أذكر فقط لكي نعرف ماذا سيقع، الكل يتذكر القدافي مؤسس هذا، مؤسس البوليزاريو، في إحدى دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة لما مزق ميثاق الأمم المتحدة آنذاك خرجت كل تقارير تقول بأنه هذه هي نهايته. أقول هنا بأن الأمم المتحدة سيكون لها رد على ما يقوم البوليزاريو لأنه في مواجهة مع قراراتها. ما هو شكل هذا الرد دكتور منار؟ أقصد هنا الذين يعرفون جيدا الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لما يدخل طرف معين في مواجهتهم تكون نهايته. لماذا؟ لأن ما استطاعت التنظيم الدولي كله، الدول كلها أن تفرزه منذ 45 هو هذه المنظمة وهذا المجلس. كيف يأتي كيان انفصالي ويقوم بهذه العربدة ويقوم بهذه الأعمال الانتقامية ضد هذا مجلس الأمن؟ أعتقد بأنه سيكون هناك رد واضح هذه المسألة، وقد لاحظنا بأن مجموعة ما هو الرد دكتور؟ أبدت، بمعنى أنها أبدت العديد من الرد. أعتقد بأنه هو بدأ، بمعنى الرد هو واضح في القرارات. أنت قلت منذ 4 سنوات الأخيرة، ستلاحظين بأن في 4 سنوات الأخيرة أن مجلس الأمن هو يغير، بينما بدأ يفهم جيدا بأن البوليزاريو هو يستعمل من طرف الجزائر هذا، ولهذا توجه إلى الجزائر. هذا الرد، بمعنى يعتبر بأنه ليس هناك شيء يسمى البوليزاريو. قد يقول البعض بأنه يقرأ جيدا القرارات ويتوجه إلى الجزائر، وأعتقد بأنه ستكون ردود وبطريقة قانونية. لماذا؟ لأن البوليزاريو هنا دخل إلى المنطقة العازلة ودخل بأشخاص يسميهم مدنيين ولكن هم مسلحين، إذن هو خرق اتفاق وقف إطلاق النار. أكثر من ذلك، هاجم القوات الأممية، هاجمها. ولما نعود إلى تقارير الأمين العام، هو يطلب حماية، يطلب الانتباه ويقول بأنها في خطر. إذن القوات الأممية اليوم هي في خطر. قد يقول البعض هذه قوات أممية، ولكن لا يعرف جيدا بأن لها وظيفة محددة، وهي قوات رمزية تكون في هذه المناطق من أجل الإشراف على وقف إطلاق النار. إذن اليوم هناك مواجهة واضحة الآن ما بين البوليزاريو ووراءه الجزائر. ستذهب الأمم المتحدة نحو الجزائر، ولا نعرف الآن هل فعلا أنه قد تكون هناك تنبيهات للجزائر نفسها، ولكن البوليزاريو بهذا السلوك ورط الجزائر نفسها. اليوم هو في ورطة، بمعنى أنه ماذا سيقول؟ كنا نطرح سؤال إذا كنت تتذكرين، كنا نقول ماذا سيقول للمخيمات بعد هذا القرار. إذن هو قام بهذه المغامرة التي فيها أعمال انتقامية، وأعتقد بأنه يتحمل مسؤولية ومعه الجزائر، ويجب أن ننتظر رد الأمم المتحدة.